قرية تينازات بدائرة زهانة بمعسكر من بين مناطق الظل التي عانت من انعدام كل مرافق الحياة الكريمة. اليوم سكانها استبشروا خيرا بدخول الغاز الطبيعي حيز الخدمة بعد معاناة لسنوات. بكري كنا نديروا النار، مغبوني بلا غاز، والله العظيم نديروا النار ودرك الحمد لله. والله نستعملوا هذا الشتاء، نستعملوا المدفئات ونستعملوا بزاف صوالح ونتهنوا من القاعة والمجدول الخلوش هذا ذاتها تاع المشاريع اللي دخلوا القريه. باش نفهم اختي مليح، كاين اول مشروع اللي دخل مشروع تاع لاسينيسمون، الحمد لله. المشروع الثاني اللي دخل هو مشروع تاع الماء، تزويد الماء بالقريه. والمشروع هذا الثالث هو الغاز. القريه اليوم استفادت من الغاز الطبيعي في انتظار تعميمه على كل المناطق الريفيه والقرى المعزوله. 6710 منزل رايحين وضعوه حيز الخدمه فيما يخص توصيل الغاز الطبيعي بمناسبه عيد الاستقلال والشباب، بالإضافة إلى مشاريع تنموية لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن والتي تخص بدرجة كبيرة المناطق الريفية أو مناطق الظل بالولاية. المبلغ الإجمالي للعملية هو 13 مليار و600، عدد العائلات قلت 350 عائلة. هذه تدخل ضمن برامج تاع الأفسسيال، عندنا حوالي 26 موقع. هي بادرة خير ستعم على هذه المناطق، تليها مشاريع تنموية أخرى ستفك العزلة وتدفع بعجلة التنمية.